للوقوف عند تطورات المشهد في اليمن والمساعي الدولية لتسوية الأزمة ووقف الحرب، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، مرحبا بكم. يعني رغم غبار التصعيد العسكري المتزايد في اليمن، لكن هل ترى إشارات سلام تلوح في الأفق في ظل الجهود الأممية؟ لا أعتقد أن هنالك يعني على المستوى القريب يمكن الضغط أو الوصول إلى إيقاف حتى إطلاق النار، لأن هنالك فرق بين إيقاف إطلاق النار والتسوية المؤدية إلى السلام. هناك يعني مفاوضات عسكرية، مفاوضات سياسية بشكل مباشر وغير مباشر. اللحظة الزمنية هنالك انتهاء مهام المبعوث الأممي، هنالك المفاوضات في فيينا، هناك انتخابات في طهران، وهناك أيضا محاولة الحوثيين الوصول إلى مأرب وإلى مصادر الطاقة والنفط ولتحسين موقعهم التفاوضي وليكون لهم مصادر مالية، ومن بعدها يمكن أن يدخلوا في مرحلة عسكرية جديدة قد تتجه نحو المناطق الجنوبية أو تتجه نحو الحدود السعودية. إذن هناك محاولة لكسب مزيد من أو استثمار هذه اللحظة. لا. السعوديين حاولوا تحت الضغط الدولي أن يبحثوا عن خطوط مشتركة، ولكن لن تؤدي إلى نتائج على المستوى الواقعي. لا. نظرا لأن الحوثيين لديهم استراتيجية ثابتة، إعمال مطار صنعاء وميناء عدن، ميناء الحديدة ومطار صنعاء، القطم على المرجعيات الثلاث، وهذا ترفضه الحكومة الشرعية، التفاوض مع السعودية بشكل مباشر، الانتقال إلى تفاوض بين المكونات اليمنية من خلال حكومة وحدة وطنية، وهذا يعني حكومة وحدة وطنية أو حكومة وطنية من مختلف المكونات، وهذا يعني أن الحوثيين حققوا أهدافهم الاستراتيجية باعتبارهم قوة أولى مسيطرة عسكريا وتستطيع أن تدير المشهد اليمني. حققت أهدافها بإنهاء السلطة الشرعية، حققت أهدافها باستنبات إيران في الجغرافيا اليمنية وعلى خاصرة السعودية، حققت أهدافها باعتبار أن صنعاء مجالا إيرانيا. إذا نحن أمام خطورة، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط، لكن هل وقت إطلاق النار هو هدف بحد ذاته؟ هم طيب. حاولوا تحت الضغط الإعلامي أن جعلوا القضية اليمنية وقت إطلاق النار واستهداف مأرب، القضية ليس كذلك. هذا إذا ما دمنا نتحدث دكتور عبد الباقي، إذا ما دمنا نتحدث عن يعني تحت سقف الممكن، هل الوضع الإقليمي والدولي يتيحان الفرصة على أقل تقدير لتسوية ممكنة للأزمة اليمنية، خاصة وأنت ذكرت دخول أكثر من طرف على خط الأزمة اليمنية؟ وفقا للاستراتيجيات المتصارعة في المنطقة الجيوستراتيجية في اليمن وامتداداتها في سقطرة باتجاه طريق الحرير الصيني وبامتدادها نحو جزيرة ميون ذات العلاقة بالأمن القومي الإسرائيلي وبميناء عدن وبالمهرة وخط أنبوب النفط باتجاه شط العرب، وبالهدف الأمريكي البريطاني بالتواجد في الجغرافيا اليمنية في إطار الصراع مع الصين، فإن الهدف الاستراتيجي والمتفق عليه هو أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال المدى المتوسط، بحيث أن كل طرف يحافظ على ما لديه ولكن أو في سلام هش وتهديدات لإيجاد فراغ أمني، وهذا يبرر لوجود سعودي إماراتي أمريكي بريطاني لإملاء الفراغات ولمواجهة ولغياب السلطة، أن السلطة ضعيفة وغير قادرة على إدارة الشأن العام، أن هناك تخوف من داعش على النموذج العراقي. هذا يعني أن اليمن ستكون مجال مفتوح وستوجد مبررات للتدخل في المواقع الجيوستراتيجية في إطار صراع دولي على العودة إلى منطقة الشرق الأوسط وترتيبها. إذا نحن المجتمع الدولي لماذا لا يتحدث عن الوضع الإنساني إلا في مواعيد محددة؟ لماذا رفع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية؟ لماذا الآن يصنفونهم
باعتبارهم يعني ينتهكون حقوق الأطفال، نعم وأحيانا يصادرون مواقع إلكترونية. الموضوع في غاية الوضوح، هناك رغبة أمريكية بريطانية للحفاظ على الحوثيين، هناك ترتيب للوضع اليمني ليكون يعني متعدد الهويات، هناك ترتيب لأن يكون وضعا هشا لتواجد دولي على شاكلة الصومال وبنموذج العراق، وحتى المناطق الجنوبية تمثل نموذج كردستان مؤقتا، بحيث أنه سيمكنها من إدارة ذاتية خلال المرحلة الهشة، بحيث أنه على المستوى البعيد المتوسط تكون قد هي قادرة على إدارة ذاتها، ويمكنها في أي لحظة أن تفك الارتباط أو تستمر في إطار كونفدرالية وليس فدرالية يمنية. إذن هناك بعض السيناريوهات، طيب هل ستحدث هناك تحولات؟ هل هناك قوى وطنية ستغير هذا المخطط؟ هذا يرتبط بما على ذكر تغيير المخطط دكتور عبد الباقي، هل تعتقد أن مسألة انتخاب إبراهيم رئيسي من المحافظين المتشددين رئيسا لإيران سيلقي أو كيف سيلقي بظلاله على الحوثيين في اليمن وعلى مصير المفاوضات؟ كما نعلم الجميع أن القرار ليس في الرئاسة الإيرانية، القرار لدى المرشد، وهنالك استراتيجية إيرانية واضحة، وهذه انتخابات ما من لون واحد فقط، اللون قد يكون قوي أو متوسط فقط لا غير، وبالتالي هناك استراتيجية. حتى هذا الخطاب عن الانفتاح وأنهم يبحثون عن إذا ما كان هناك احترام للتعايش، هذا خطاب سياسي، هناك استراتيجية إيرانية للسيطرة على المنطقة ولأن تصبح لاعب رئيسي في الإقليم، وهذا يمكنها من التفاوض مع المجتمع الدولي ومن فرض هيمنتها، وبالتالي لا أعتقد أن هنالك تحول سواء كان إصلاحي متشدد أو معتدل، هناك استراتيجية تسير. حتى هذا الخطاب أو الذهاب إلى فتح السفارة في السعودية وهذا الإعلان، طبعا إذا فتحوا سفارة ما الذي سيتغير؟ بالعكس، هذا بعد أن حققوا أهدافهم في التواجد في العراق وجعلها أقرب إلى مجال إيراني، بعد التواجد في صنعاء، تعطيل لبنان، حكومة لبنان لسنوات حتى هذه الأزمة، التواجد في سوريا وربما في مناطق أخرى في المستقبل. طبعا سأقيم علاقات، لكن سأظل أوظف كل هذا الواقع الضعيف. لذلك ليس أمام المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية سوى إنهاء هذا الوجود الإيراني، طيب. وبالتالي يمكن بعد ذلك التفاوض، الحديث إلى تفاوض مع إيران وأنت أملك القومي ضعيف وغير، ولا تستطيع أن تعيد كثير من الدول المحورية مثل العراق، دولة محورية قائدة أصبحت خارج المعادلة العربية، هذا في غاية الخطورة. دكتور هنا دكتور أشرت إلى نقطة مهمة جدا، يعني هل ترجح أن يكون التفاوض مباشرة مع إيران أم يبقى التفاوض بين جهة وبين الميليشيا الحوثي؟ يعني أيهما أفضل؟ نعم، أنا أعتقد أن لا يمكن التوصل مع إيران إلى أي توافقات سواء مع السعودية وغيرها، هناك استراتيجيات. الحل الأوحد هو أولا اجتثاث أو إضعاف الحوثيين حد الاختفاء، ولتكون السعودية قوية ومحصنة، والعاصمة الرابعة التي في يد الحوثيين أصبحت عادت إلى مجالها العربي، ومن ثم التوجه إلى لبنان ثم إلى سوريا بعد ذلك إلى العراق، وأنها تحتاج نفس طويل وتحتاج إلى أن نحصر المسألة في تدريجيا، بمعنى استعادة العواصم العربية تدريجي. الحوار مع إيران بشكل مباشر بشكل غير مباشر لن يؤدي إلى نتائج، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيران أن تظل، إسرائيل تريد إيران أن تستمر بهذه القوة مقلقة، لأن وجود إيران مقلقة يعني إسرائيل حليف وتسوغ للتطبيع معها من قبل بعض الأنظمة العربية، ولهذا إيران وجودها كدولة مقلقة في المنطقة هدف أمريكي استراتيجي إسرائيلي، وبالتالي إيران تدرك ذلك وتلعب في إطار المسموح لها. علينا نحن أن نحمي أمننا القومي العربي، وأول خطوات حماية الأمن القومي العربي هو إنهاء المشروع الحوثي في اليمن، لأن تكون السعودية قادرة على أن تتحرك في نعم لبنان دكتور. وفي سوريا، وبعدها تعيد العمل على استعادة العراق إلى مجالها العربي في إطار دولة تقوم على المواطنة ليس على الهويات العقائدية، تتأسس على قبول كل القوميات والهوية الدينية نعم دكتور. والمناطقية في إطار دولة ديمقراطية مدنية، وليس في إطار يعني هويات مركبة ومتداخلة وتخلق ويعود إنتاج
قوتها حتى لا يتم بناء دولة وطنية نعم عربية قوية. عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.